يا صباح الخير والعافية مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وبالتحديد برنامجنا الصباحي نسمات زاغروس. مثل ما عودناكم بكل جولاتنا بداخل الأسواق، مثل ما تعرفون احنا حاليا بفترة الحظر. الحظر اللي مكون من 3 أيام بالأسبوع اللي هو الحظر التام، أما باقي الأيام راح يكون الحظر الجزئي اللي هو من الساعة 8 لحد الساعة 6 الصبح. طبعا بهذه الأيام الصعبة على كل الناس اللي ممكن يسترزقون من القوت اليومي، لذلك يحتم علينا احنا ننقل كل ما موجود في الشارع العراقي وأيضا الأسواق العراقية. احنا اليوم بأحد الأسواق حتى نشوف حركة الناس بأوقات الصباح. يمكن هالأيام بغداد تشهد كثافة يعني حركة سير المركبات، تعرفون يعني الناس تأثرت بهذا الموضوع، يعني اليوم حتى أصحاب التاكسيات يمكن واجهوا صعوبة في عملهم بالشارع. ودنشوف بغداد جدا مزدحمة بهذه الفترة وهذه الأيام، حتى احنا بصعوبة قدرنا نوصل لهذه الأماكن وحتى الكادر. طبعا احنا اكيد مشاهدينا غايتنا نوصل الصورة الإيجابية عن كل ما موجود في الشارع، ونوصل صوت الناس من خلال الجولات الصباحية اللي احنا ممكن نقوم بها اليوم. طبعا مثل ما تشوفون الحركة طبيعية جدا بداخل الأسواق، وأيضا نشوف الناس اليوم وهذه البسطيات لأصحاب الناس الدخل المحدود اللي احنا نسميه، فبالتالي يمكن هذا اليوم إذا اشتغلوا راح يقدرون اليوم يشيلون علاقة ويرجعون للبيت، إذا ما اشتغلوا فأكيد هذا الموضوع يمكن الله يعينهم. فبالتالي احنا مشاهدينا غايتنا احنا نوصل كل ما موجود في الشارع وايضا الصوره الحلوه اللي احنا دائما محتاجين الاشياء الايجابيه بحياتنا، يمكن ماكو يوم يمر علينا احنا مرتاحين بيه، لذلك نطمح انه ايامنا كلها تكون بخير وطاقه ايجابيه دائما وابدا. فاكيد مشاهدينا خلي الكاميرا دايره وخلي نشوف حركه اليوم، وخلي نشوف الشباب، خلي نحكي وياهم، شوفوا شلون تاثروا بالحظر، شلون صار الموضوع وياهم. خلينا نشوف. حياك الله، تفضل. تستحي من الكاميرا؟ وينه؟ صح لنا اياه؟ يلا خلينا نشوف داخل المجمعات، هذه المجمعات اللي بيها كثير من الاشياء اليوم للناس اللي تحتاجها، كملابس اطفال، كملابس نسائيه. يمكن اليوم مسوين ديسكاونت على كل ما موجود، لانه نهايه موسم، تعرفون احنا دخلنا بالشهر الثالث، فالجو ربيعي راح يكون، فنحتاج الملابس البهاريه. فخلينا نشوف وين. لا خليه يجي برا. طبعا نريد نعرف اليوم اصحاب هذه المجمعات وهذه المحلات، هل يا ترى انهم تاثروا اكيد يعني تاثروا بفتره الحظر وهذه الاشياء، فبالتالي خلينا نشوف. حياكم الله. تعرفون فتره الحظر لابد انه تاثرتوا. نعم. سولف لنا شلون صار الموضوع، هل يا ترى الايجارات؟ هو طبعا هو لا في اللحظه منتصر، هو طبعا صارت الشغله بها حرب ارزاق للفقراء، فيا ريت يعني لو تاخذون نظر الاعتبار الدوله او الجهات الرسميه، فهذول الناس الشريحه المعدومه نقدر نقول اصحاب البسطيات والهذا، شوف لهم فتح حل. اي ان شاء الله احنا دائما المحلات ايضا هم تضرروا، يدفعون ايجارات غاليه وهم حقهم. يعني هي صارت الامور يعني للطرفين، للعنده اللي متمكن ابو المحل، واللي البسيط ابو اللي قوت اليومي هم تاثر بهذا الموضوع. احنا بالتالي يمكن احنا اليوم مع المواطن، مع الناس اللي هم اصحاب الدخل المحدود اللي احنا نسميه يعني اصحاب الدخل اليومي، يمكن تاثروا بموضوع الحظر، فان شاء الله يا ازمه وتفك وتعدي ان شاء الله. ان شاء الله احنا هم نقول، بس يا ريت الدوله لو تاخذهم بعين الاعتبار، ويعني فد اجراء تصرف يعني مستحقات يوميه لهم، هذا شويه يساعدهم، لان هي الطرفين قلت لك اللي ابو المحل واللي الكاسب البسيط تاذوا، وهي حركه الشارع تبين يعني اذا اكو لهم مثلا شغل او ماكو. اي شكرا لك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. يمكن اكيد مشاهدينا يمكن سمعتوا انه الناس اللي اصحاب المحل تاثروا يعني بموضوع. تعال تفضل، انت صاحب محل، شلونك؟ الله يعينك. اهلا وسهلا. الله يخليك، الله يحفظك. احكي لي، اكيد قعدتوا تعب، مشاكل، ضرايب، يعني شغل ماكو، كلش تاثرنا، يعني ايش قد ما تتصورين تاثرات للشعب العراقي كله. زين، بالنسبه للاسعار احكي لي الاسعار. اسعار نفس الاسعار وارخص نبيع، بس ماكو قدره شرائيه للمواطن، اي قدره شرائيه للمواطن ماكو. حتى
حتى اليوم اللي عنده فلس يعني يمكن يقول لك اضمه يجوز كل شيء يصير. اي اضمه كل شيء يصير للزمن للزمن يعني اي شيء للمواطن ماكو معدوم بهاي الدوله العراقيه. ان شاء الله نطمح للافضل والله يرزق يا رب كل الناس اللي محتاجه. الله يخليك تسلم. الله نعم. نعم زميلي حيدر اذا تقدر خلي نشوف بعد شنو موجود بداخل السوق ونشوف احنا يعني نحارب ان احنا اليوم حتى نوصل هذه الصوره على كل الناس. طبعا الحركه الشبه منعدمه بداخل الاسواق بسبب جائحه فيروس كورونا، هذا المرض اللي اخذ من عندنا الغالي والرخيص مثل ما نذكر. احنا دائما نقول هي مساله اسبوعين، لو قعدنا كان انتهى الموضوع. يمكن صار لنا اكثر من سنه نعاني ارتداء الكمامات اللي تشوف هسه تشوفوني، لانه اني عملي الاعلامي وحتم علي انه انا اليوم ما اقدر البس الكمامه والبس التفوف حتى اوصل هذه الصوره لكل الناس. طبعا اني خلينا نعوف الموضوع شويه. ابو تشاي تشاي اريد تشاي. خلينا نشوف ابو تشاي. انا دائما باوقات الصباح احب انه اكيد كنا نحب نشرب شاي القهوه حتى شويه يعدرنا راسنا، تعرفون شويه هذه النومه اللي عند واحد من يقعد من النوم شويه يواجه صعوبه. فبالتالي احب اوجه ايضا تحيه حب وتقدير لكل زملائي داخل الاستوديو، وتعرفون يعني ما اقدر اكون وياكم داخل الاستوديو اذا ما قبل البرنامج انه اتريق. الوجبه الرئيسيه اللي هي يعني الريوق هو شيء اساسي. خلي اخذ الشاي. عاشت ايدك ممنونه. شكرا. شاي العراقي يعدل الراس. عاشت ايدك. طبعا الشاي تعرفون بهذه الايام حلو احد انه يشربه خصوصا الصبح. الناس اللي يعانون انفلونزا مثلي اني هاي الايام يعني مثل ما نقول الايام الاخيره على الشتاء، بالتالي هذا راح يخلي موضوع الانفلونزا شوية موجود عندنا، ونشوف اليوم هواي من الناس يعانون من موضوع الانفلونزا. لكن أخذ الأشياء الأساسية كأكل صحي كفيتامينات فيتامين سي، يمكن هذه تقينا حتى من مرض فيروس كورونا. أكل البصل وأيضا الثوم يمكن أيضا هذا موضوع جدا مهم. كثير من الناس اليوم ما تحبه كونه بريحة يعني مزعجة، لكن هو بكثير من الفوائد اليوم حتى يقينا من المرض ونخلص من كورونا وترجع الحياة سالمة غانمة، ترجع بغداد وترجع كل محافظاتنا الحبيبة. أظن نشوف اليوم إقليم كردستان اليوم صارت هواي من الناس يلجؤون إلى إقليم كردستان، يمكن لأنه ما موجود فيه الحظر. يلا أكيد مشاهدينا مستمرين بجولتنا لهذا اليوم، خلينا نشوف الناس هنا شنو جايين. حياكم الله. شلون؟ الحمد لله الله الله يسر عليك. انت جاي تتبضع هنا تشترون؟ نشتري الجهال الجهال نزغ الملابس هاي. احكوا لي فتره الحظر هل يا ترى انتم تاثرتوا؟ طبعا لان اشغلنا وقفت هاي فعشنا على هذا. اي والله. ايش تشتغل؟ قاعدين بلا جارات والله. والله كاسب انا كاسب. اكيد الله يعين الناس اللي هم مثل ما ذكرت اللي هم اصحاب الدخل المحدود والقوت اليومي. زين شو رايك بموضوع الحظر؟ والله الحظر مو بصالح، نحن الناس الفقراء ما عندنا امكانيه. يعني كلنا بلا اجارات وهذا وكل اجار 450 بالشهر، منين نجيب احنا؟ واحنا كاسبين بالشارع، لان يوم نطلع يوم ما نطلع. فتاثر علينا الحظر هذا. اي والله. يلا بالتالي احنا الحمل رئيس الوزراء بقد ينظر لقضيتنا. نعم. اي. ان شاء الله يا رب، نطمح انه دائما وابدا تكون الامور كلها بخير وسلامه وصحه يا رب. شكرا بكم على اللقاء مالكم هذا انا وانتم. اي. الله يلا شكرا لك. قادر مالكم. شكرا. شكرا لك حياك الله. نعم يلا اكيد خلينا نشوف الشباب هنا. حياكم الله. شلون الصحة؟ صاحب محل؟ نعم. احكي لي فترة الحظر أكيد عزلت ورزقكم انقطع. والله أي والله كلش انقطع رزقنا. يعني هاي 3 أيام احنا بالأسبوع نفتح بس 4 أيام. وجارات تدرين هنا أنا كلش تكسر الظهر وكلش يعني تعبنا بهاي فترة الحظر. أي والله. الله يرزقكم يا رب. رحم الله والد. حياك الله. الله يسلمك. يلا أريد طبعا آخذ الولد أبو الشاي. تعال. تعال خلي آخذ أبو الشاي. ابو تشاي هذا الانسان اللي العمل الشريف العمل المقدس اللي يعني اسميه. حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك. هلا بي. الساعة بيش تطلع؟ والله اطلع الساعة 12 الظهر. شلون الناس تشتري من عندك شاي؟ يشترون يعرفون كلهم يعرفون. زين انا ضقت الشاي مالتك يجنن، احكي لي سر الخلطة مالتك.
والله هو اشتري يعني من السوق واخذها يعني انا يعني خوش كان انا اشتري. صار لك ايش قد تشتغل هذه الشغله؟ صار لي تقريبا سنتين ونص. زين احكي لي فتره الحظر اكيد ما قدرت تطلع. والله اي فتره الحظر قاعد يعني وساكت، بيوم اللي اشتغل اكل بين، بيوم القاعد كل شيء ماكو. يا رب الله يرزقك. الله يديك صحه وعافيه. يلا عليك. الله يديك. بس لازم تلبس جفوف وكمام. ماشي ان شاء الله. يلا ان شاء الله. ان شاء الله هلا. يلا طبعا تعال تفضلي. شانت حياك الله. الله يسلمك. جاية تشترين تسوق؟ اي نسوق. زين احكي لي فترة الحظر انت تشتغلين لو ربة بيت؟ لا موظفة. كيف فترة الحظر قعدتي؟ اي قاعدين بالبيت بس اكون. لا الحظر هو بيه سلبيات بيه ايجابيات. الناس اللي قوتها اليومي يوم بيوم هذول حيتضررون يعني حيتاثرون سلبا، وبنفس الوقت هو مفيد شوي عن التباعد الاجتماعي وهاي، بس طول مدة الحظر هم تاثر، لو فترات متباعدة ومتقطعة يكون افضل. لا اكيد احنا نريد نخلص من الحظر ونخلص من كورونا اصلا. الله ان شاء الله يخلصنا من يجي اللقاح، يعني يا ريت الوزاره تبادر بهالموضوع هذا. وزاره الصحه احنا نساله وناشده دائما، اللقاح والتطعيمات ضروريه فراح يقل هذا الشيء ان شاء الله. يا رب بدعواتكم. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا. نعم شفنا يا مشاهدينا اليوم اراء الناس مثل ما ذكرت الاخت انه هو موضوع سلبي وايجابي، وانا ذكرت دائما بجولاتي السابقه انه هو موضوع سلبي وايجابي. سلبي لأنه هاي الناس ممكن تأثرت اليوم بموضوع الرزق والقوت اليومي واللي هم دخلهم محدود، أما الموضوع الإيجابي اللي هو حتى نخلص من كورونا وترجع الحياة طبيعية أكثر وأكثر، وترجع المطاعم تشتغل، المولات تفتح من جديد، المحلات، هذه الناس تسترزق. فيا رب نتمنى صحة وعافية لكل مشاهدينا وأيضاً زملائي داخل الاستوديو. أتمنى لكم يا رب نهار سعيد. هذه عودة لكم لتكملة باقي فقرات مشوارنا الصباحي نسمات زاغروس. تقبلوا تحياتي، أنا رائدة فاضل وتحيات كل كادر العمل. مع السلامة.